على الصوف. من وانت بتعمل ايه؟ هو دي في الصبح في مسؤول عن مصطفى الصباحيه، يعني احنا مسؤول عن مصطفى الصباحيه. مين المسؤول المسائيه الصباحيه؟ استاذ اشرف صالح، ده المدير المدرسه كلها. نعم. انا بعتبر يعني واحد من كده، مش وكيل ولا حاجه، انا معلم كده. مين مدير المدرسه؟ استاذ اشرف صالح. اتعزل يا فندم. قايل لي مدير المدرسه النهارده تعمل لي شكايه عرض والكلام ده. وده كله اتشال. مدير المدرسه يتعزل. قايل لي واحد النهارده. المدرسه اللي جنبه مين اللي كاتب الكلام ده؟ يا فندم. الله. انتوا فين انتوا؟